وأيضا هذا أيها الإخوة هذا هو الأصل، هكذا ينبغي أن تكون الحياة الزوجية. فلا ينبغي أن نكتفي بالعام في الحياة الزوجية، لا يكتفي عفوا لا يكفي أن نكتفي بالعام، هذا ما ينبغي أن يكون في كل أسرة. ثم بعد ذلك عليك أيها الزوج وعليك أيتها الزوجة، هذا هو الفن، هذا ليس علما، هذا فن، هذا حذق، هذا حد، أن تطور من الخاص. ما هو الخاص؟ علاقة حميمية صميمة حدسية أشبه بالحدس، أشبه بالبصيرة الداخلية، تنشئ بينكما لغة مشتركة هي لغة الحدس الحقيقي، لغة الاستبصار، تفهمان لا بالإشارات ولا بالكلام، بشيء أكبر وأدق وأخفى من ذلك. كيف يتم ذلك؟ ليس هذا موطني القول فيه، ولا أدعي أنني الخريط الخبير في هذا، لكن هذا فن موكول إلى كل واحد منا بحياله. لكن لا يمكن أن ينبثق هذا الفن أيها الإخوة، ولا يتأسس أصلاً إلا على قاعدة معرفية عميقة وعميقة جداً بالآخر، بلغة الآخر النفسية، بلغة الآخر النفسية. إذن هذا الحديث ليس ترفاً، لكن في ظن من؟ في ظن من استشعر المسؤولية ويستشعر المسؤولية، في ظن أيها الإخوة من يريد حياة زوجية لا أقول مستقرة، لا يكفي الاستقرار، لأن الاستقرار أحياناً يكون على حساب الآخر. حياة مستقرة فيما يبدو كقدح الزيت أيها الإخوة، أو كصفحة الماء والأمواج تغتلم في باطن، تغتلم إيه؟ في داخل. بعض الرجال يطلب الراحة، يقول أنا أريد راحة، أعود من عملي متعبا مهدودا خائر القوى، أريد راحة، ويريد راحة على حساب معاناة الآخر، على حساب تباريح وآلام الآخر نفسيا، هو لا يريد حتى أن يسمع إيه؟ للآخر، يريد راحته فقط. ما هذه الأنانية؟ أنانية عجيبة. أن تكون زوجا، أن تكوني زوجة أيتها الأخت أيضا، أكبر بكثير من أن تكون عزبا. أن تكون زوجا أو زوجة معنى ذلك أن تكون أكثر نضجا، أعمق فهما، أكثر تفتحا، وأكثر إيجابية ومشاركة مع الآخر بكثير مما يطلب في حال العزوبة. هذا معنى أن تكون زوجا، في فرق كبير جدا. ثم أن تكون بعد ذلك أبا، يعني أن تكون أدخل في هذه المعاني، وأن تكون هذه المعاني بدورها أوفر لديك من مجرد أن تكون زوجا. أما إن صبوت أن تكون مربيا ومصلحا اجتماعيا وداعية، فهذا بالحتم أيها الإخوة والتأكيد يتطلب أن تكون أكبر من أب، أعظم من أب. انظروا، فمن يخشى أن يكون أبا صالحا، هل يمكن أن يكون داعية ناجحا أو مصلحا اجتماعيا أو مغير الأمة؟ مستحيل، من أكبر المستحيلات. كل الذين فشلوا أيها الإخوة تعللوا بقولهم أن تكون مصلحا كبيرا يقتضي أن تكون زوجا وأبا فاشلا، غير صحيح. محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأفضل السلام أتانا بمعادلة التوازن، هو المثال أبا وجدا وزوجا عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو المثال. ماذا نقول؟ مصلحا، مغيرا، ثائرا، نبيا رسولا، على عاتقه أن يغير تاريخ الدنيا بأسره، تاريخ الدنيا وليس تاريخ مجتمع وأحوال مجتمع، هذا هو الصحيح. والسير في آثاره عليه الصلاة وأفضل السلام يعطينا إضاءات وإيقاظات وإلماعات، أضواء هادية إذا أردنا أن نهتدي. ولذلك هذا الحديث إذن ليس ترفا وليس فضلا وليس زيادة في غير مكان أيها الإخوة والأخوات. هكذا إذن نعود إلى ما كنا فيه، نحتاج إلى قاعدة علمية معرفية رصينة وجادة حقيقية أيها الإخوة، تخرجنا من شرك الصور المفاهيمية الاختزالية التأملية التي كوناها وبنيناها بطريقة تأملية. والحاصل بعد ذلك ما هو؟ أن الطرف الآخر الزوج أو الزوجة مهما جهد ومهما جاهد ومهما حاول أن يقنع الطرف الآخر بصحة موقفه، أو يشرح له طبيعة دوافعه أو نيته ومقاصده، أو يشرح له مشاعره، أو يبلور له حقيقة أفكاره، فهذا لن يفهم. لماذا؟ لأنه يريد دائما أن يضغطه في هذه الصورة التأملية الساذجة، فهي مرجع معياري، مرجع معياري حاكم على الآخر المسكين، مهما حاول مهما جاهد هو يحاول المستحيل، لن يصلح، لأن الصورة المعيارية الناجزة موجودة. إذن هي لابد، هذا مثل سرير ذاكم اليوناني أيها الإخوة بروكرتس، الذي كان إذا جاءه، وكان صاحب نزل فندق على الطريق، إذا جاءه رجل ونزل عنده في نزله ليلة،
إذا كان طويل أطول من سريره أعطاه المرقد ثم قص رجليه، وإذا كان قصيرا مده حتى يخلع أطرافه ويمتخها مدخن ويمتخها مدخن. نحن هكذا نفعل، نشوه الآخر، نشوه كيانه أيها الإخوة، حقيقة نشوه هذا الكيان حتى يتوائم مع ماذا؟ مع هذه الصورة الاختزالية النمطية الساذجة المريحة التأملية.